انت شلون تحب انسان ما شايفه سابقا؟ شلون تثق بانسان ما شايفه سابقا؟ لذلك هاي رساله تحذيريه انه لا يكون عندكم ثقه باللي ورا السوشيال ميديا فقط. الان انت اصدقائك اللي بالسوشيال ميديا لازم تشوفهم بالحقيقه يلا تحكم عليهم وتقيمهم وكذا. فاغلب اللي جاي اشوفه انا بعيني من حالات الابتزاز الالكتروني هي تكون لرجل ربما خدعته امراه او خدع رجل اخر بلباس امراه او امراه من خدعت انه انا احبك واريد اتزوجك الى اخره وبالتالي يبتزها بصورها والى اخره وهاي المشاكل اللي تشوفها انت. الله يخليك. منالك التوفيق. الله يخليك. ليش معارض؟ شنو تاثيرها على الواقع؟ لو بس مجرد معارض ما لها اثر. تاثيرها الان هنا ربما محدود، راح يشوفونها بعض الناس فئه محدده، لكن تاثيرها على السوشيال ميديا واغلب فنانين الكاريكاتير عندهم مشاهداتهم عندهم رينج مال مشاهدات عالي، لذلك اعتقد راح يكون لها تاثير كبير. ايضا انا اللي عرفته الان من جلوسي انه اغلب هاي الرسمات توزعت على طالبات مدارس، فطالبه مدرسه من تشوف هيك اعمال اكيد راح تترسخ بذهنها واكيد راح يكون اثر ايجابي، ونطمح ان شاء الله يعني نطمح انه يكون مثل هيك اعمال تكون اوسع.